تحياتي لكم جميعا، أشكركم على هذه الدعوة أستاذ منذر أيضا، يعني شكرا على، وأشكركم أنه يعني عملتم جهد على الأقل مناقشة هذا الأمر والتفكير فيه بصوت عالي. والجميل أنه بالكويت في مساحة الناس بتناقش، يعني في مناطق أخرى في صمت، بس أنا دائما بقول الصمت اللي في المناطق الأخرى العربية لا يعني القبول، وإنما يعني أنه المكان ما في مساحة فالناس تهمس في أماكنها. الكويت في مساحة، ويمكن اليوم في أكثر من تجمع حتى على هذا الموضوع بأكثر من مكان. فسأحاول يعني أن أشمل بعض المسائل اللي يعني الطريقة اللي ممكن نقرأ فيها ما وقع ونضعه في إطار من الأطر اللي تساعدنا نفسره، وأكيد في مجال للأسئلة والأجوبة ممكن تتوسع أكثر. إذن مؤتمر وارسو المنعقد في 13-14 فبراير يعني جمع دول عربية مختلفة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأنا برأيي أنه المؤتمر لم يكن سوى استمرار لنمط من المؤتمرات التي لا تؤدي لا لحلول ولا توصل لنتائج. يعني البيئة الدولية المرتبطة بهذا المؤتمر متخمة بصراع الأقطاب. يعني بينما كان هذا المؤتمر منعقداً كان بنفس الوقت في مؤتمر تسوشي في روسيا بجمع الرئيس الإيراني بالرئيس التركي بالرئيس الروسي، فبالتالي هذا بيعطي انطباع عن البيئة اللي احنا اليوم فيها. إذن لم يشهد مؤتمر وارسو مشاركة الفلسطينيين. بالنسبة للفلسطينيين هذا حتى ابتعاد عن أوسلو وعن ابن أوسلو وأبو أوسلو وكل، يعني ولا عن فكرة الدولة الفلسطينية ولا عن فكرة عاصمة القدس اللي كان مطروح في أوسلو، ولا الحد الأدنى من الأطروحة العربية، ولا حتى مبادرة السلام العربية. بالتالي الفلسطينيين مش موجودين، الأوروبيين كمان مش موجودين، يعني المشاركين فيهم مستوى محدد، الصين مش موجودة، روسيا مش موجودة، تركيا مش موجودة، إيران مش موجودة، ما في زخم، ما في قيمة. يعني ممكن نقول بلا مبالغة بأنه أكبر إساءة للشعوب العربية بهذا المؤتمر وللشعوب الإسلامية بهذا المؤتمر هو ذلك التعظيم والاحتفاء الذي قدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وكأنه هو رئيس القمة العربية. تشوفوا الصور، تشوفوا المنظر، تشوفوا مكانته بالمؤتمر، وكأنه المؤتمر نتنياهو والآخرين، نتنياهو والعرب. في تحقير، في تصغير. طبعا نتنياهو اللي جاء لهذا المؤتمر حتى يعني لو بدنا نفكر نقول يعني ما غير سياساته، ما أوقف تهويد، ما أعلن قبل المؤتمر أنه أنا جاي عشان أجلس مع زعماء وقادة وشخصيات عربية، أنا أوقفت التهويد ومستعد أني أكون مرن بالقدس ومستعد أني أخذ وأعطي في قضايا الحقوق التاريخية وفي قضايا الدولة الفلسطينية وفي قضايا مبادرة السلام العربي. لا شيء من هذا على الإطلاق. جاء نتنياهو بنفس اليوم، الاستيطان مستمر بنفس اليوم، تهجير فلسطينيين من بعض المنازل في القدس موجود بنفس اليوم، المأساة موجودة، ما تغير شيء. وبالتالي كأنه اللقاء عم بيكون على أرضية نتنياهو وعلى شروط نتنياهو وحسب عقلية نتنياهو وأهداف نتنياهو لا أكثر ولا أقل، والعرب يأتون في هذا الإطار. هذه إشكالية كبيرة أنا أجد أنها قائمة في هذا اللقاء، كأنه لم يكن بين أطراف متساوية. وهذا عم بيصير في إقليم يعاني من الحروب، يعاني من الخوف من الآخر، يعاني من التغيير، من إشكالية التغيير، خايف من التغيير، خايف من الإصلاح، وخايف من الديمقراطية. يعني أنا أجد أنه هذا مؤتمر جاء في إطار لا قيمة، لا زخم، لا معنى، لا ثقل، لا مشاركة. طبعاً هلأ نيجي للإدارة الأمريكية اللي دعت لهذا المؤتمر. يعني حتى كمان أنت بدك تشوف تأخذ المؤتمر جد،
يعني بده يكون الإدارة الأمريكية جد. طب مين بتعامل مع هاي الإدارة إنها جد؟ يعني عم نحكي عن إدارة هي واحدة من أكثر الإدارات الأمريكية ضعفاً، تشتتاً، هي إدارة متطرفة، متطرفة في علاقتها بكل شيء. يعني خد علاقتها بالمكسيك حول الجدار، خد علاقتها بكندا وبأوروبا وبالناتو حول السياسة وحول المال، هي متطرفة بانسحابها من اليونسكو بمجرد أن الفلسطينيين أصبحوا أعضاء باليونسكو. هي متطرفة بقوة اليمين المسيحي وممثل اليمين المسيحي نائب الرئيس بنس، في تطرف، في أيديولوجيا هي مختلفة حتى عن أكثر الإدارات تطرفاً، أو خلينا نقول أيديولوجية، هي أكثر الإدارات الأمريكية أيديولوجية في تفكيرها الديني والغيبة إلى حد. هي أيضا متطرفة بسبب جيرارد كوشنر الملتزم أكثر من أي أحد آخر بالصهيونية وعلى أرضية دينية أرثوذكسية، أرثوذكسية حديثة صهيونية بتفسيرات محددة. هذا التطرف نجده أيضا بالعداء العنصري للمسلمين وللعرب. كم دولة عربية ودولة إسلامية ممنوع أي من رعاياها أن يطأ الأرض الأمريكية؟ أليست هذه صيغة متقدمة من العنصرية لدولة كبرى تسعى لأن تكون قائدة سلام وقائدة عالم؟ عنصرية نعم، متطرفة بنقلها للسفارة الأمريكية إلى القدس من تل أبيب، بمعنى أنها فقدت حتى الحد الأدنى من الحيادية للشخص، للطرف اللي بده يكون طرف يقود التفاوض على أرضية من الأرضية. إذن لا تعود هذه الإدارة الأمريكية لا للقانون الدولي ولا للشرعية الدولية اللي نجدها بالأمم المتحدة، بمعنى هي غير سائلة بالقانون الدولي ولا حتى سائلة باثنين أربعة اثنين ولا باثنين أربعة اثنين ولا بالقرارات المعروفة من الأمم المتحدة. إذن هذا التطرف جعل هذه الإدارة تعين من اتهم بالتغطية على جرائم الحرب في السلفادور عام 1981 وهو أليوت إبرامز كمبعوث للبيت الأبيض إلى فنزويلا. ويمكن شفتوا اللي عملته إلهام عمر عندما استجوبته وتحدثت معه وكأنها عم تتحدث مع مجرم حرب، وإلى حد ما في جانب منه كأنه هو مجرم حرب، كان هو مصدوم بالطريقة والمحادثة، لكن هو فعلا غطى على مجزرة جدا خطيرة في السلفادور في عام 1981. أنا برأيي لم تعرف إدارة أمريكية في السابق هذا الحشد من الشخصيات المستقيلة والشخصيات الملاحقة قضائيا على الإطلاق، ولسه حنشوف مزيد من الملاحقات والإشكالات. طبعا في أكثر من فرضية للقاء أوسلو أو للقاء وارسو، تمام نغلط، في أكثر من فرضية للقاء وارسو. الأولى مرتبطة بالتطبيع أو ما سمي بصفقة القرن، لكن الواضح أنه ما في صفقة قرن، فالهدف الحقيقي ليس صفقة القرن، الهدف الحقيقي استغلال ثروات المنطقة وإسقاط الدول، إسقاط الدول العربية بنمط جديد من التحكم من خلال الوكيل الإسرائيلي وخدماته الأمنية. لا يخفى أن الولايات المتحدة تبحث عن المزيد من العقود وبيع السلاح وحروب جديدة لا تتورط فيها بشكل مباشر، يتورط غيرها فيها. ليس غريباً أو سراً أن مؤتمر الرياض مع ترامب 2016 انتهى بحصار قطر وأكبر أزمة في الخليج منذ زمن طويل، وأعتقد أن مؤتمر وارسو قد ينتهي بمزيد من التوتر مع إيران. فرضية ثانية تنطلق من أن المؤتمر يعني عقد من أجل حصار إيران، إذن حتى التطبيع يعني مش يعني حل قضية مش هو الأساس، هو متجاوز القضية ما له حل، هو جاي يطبع ويبيع سلاح ياخذ فلوس وياخذ إمكانيات
ويجر دول لكوارث بالنهاية مزيد من الفوضى بالمنطقة العربية بمصلحة هذه الإدارة اليمينية المتطرفة، ومزيد من الفوضى والضعف والحاجة للخدمات الأمنية الإسرائيلية بمصلحة الكيان الإسرائيلي وبمصلحة نتنياهو. إذن الفرضية الثانية من أن المؤتمر عقد من أجل حصار إيران، طبعاً واحدة من أسوأ الفرضيات الأمريكية الراهنة، من أسوأ الفرضيات الأمريكية الراهنة أن حصار إيران سيغير السلوك الإيراني. شخصياً أتحدى أن كان حصار إيران سيغير السلوك الإيراني، لن يغير السلوك الإيراني. حصار إيران سيقوي سلوك إيران وسيقوي التيار الأكثر تطرفاً في الساحة الإيرانية، وسيضعف ما يسمى بفريق المعتدلين، وسيؤدي برفع الدعم الإيراني للأطراف التي تدعمها إيران في المناطق العربية وغيرها. هتدخل بصراع أكثر، لأنه هذا بيجي الصراع على خلفية الاتفاق النووي وعلى خلفية الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في ظل التزام الإيراني بالاتفاق النووي، وبيجي أيضاً على خلفية أن إسرائيل لديها النووي ولا يسمح لأحد غيرها بأن يكون لديه حتى الحد الأدنى من برنامج نووي. إذن الضغط على إيران، حتى في كتير دراسات، ارجعوا لهذه الدراسات، بتأكد أن العقوبات للدول تصلب الدول ولا تضعفها. أكثر دولة يمكن تعرضت للعقوبات، يمكن مش أكثر بس دولة مهمة تعرضت للعقوبات، كانت العقوبات البريطانية على الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بتشكر بريطانيا على هالعقوبات، لأنه بالنهاية ساعدت الولايات المتحدة بعد حرب استقلال الولايات المتحدة من بريطانيا، ساعدتها كثيراً على الاعتماد على نفسها وعلى التصنيع وعلى الزراعة وعلى استغلال الكثير من الموارد. عمر العقوبات ما أضرت الدول، هي أضرت الشعوب. الشعوب تدفع ثمن، بس الأنظمة بترجع بتلاقي طريقتها. أسوأ عقوبات كانت على، وأصعب عقوبات كانت على النظام العراقي، شفنا إيش صار، شفنا نتائجها. ومع ذلك العقوبات اللي على إيران ليست مطلقة، ليست شاملة لكل شيء، لا يوجد إجماع دولي عليها. ستتحالف إيران أكثر مع روسيا، ستتحالف أكثر وأكثر اقتصادياً مع الصين، ستلتقي في أمور أخرى مع الأتراك. أين ستذهب هذه العقوبات؟ وبالتالي ستصلبها، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الصراع في المنطقة، وكأن الأمريكان عم بدفعوا دفع باتجاه الصراع وبيع السلاح وأخذ الأموال واستغلال المخاوف. هذه الورطة اللي أنا بلاقي إنه إحنا اليوم عم نكون موجودين فيها. إذن نيجي من جانب آخر، نرى أن دول الخليج التي ساهمت أو حضرت هذا اللقاء، لقاء وارسو، ليست متفقة على ما طرح فيه، ليست متفقة بالكامل على حصار إيران والتصعيد معه، خاصة تحت قيادة أمريكية، وبهالمرحلة قيادة أمريكية وإسرائيلية. الكويت على سبيل المثال لديها تصور مختلف، يتقاطع نسبياً مع تصورات عمان وتصورات الدوحة، إنه عدم التصعيد مع إيران بهذه المرحلة. إذن في موقف مختلف بالكويت حتى تجاه كل فرضية التطبيع، رغم مشاركتها إلا أنها في الجوهر لديها موقف مختلف. إذن في مواقف، في اختلافات، بل حتى الوثيقة الإسرائيلية المسربة عن التطبيع، مسربة هذه الوثيقة إسرائيلياً، أوضحت أن السعودية لم تغير الكثير من ثوابتها. يعني في خلاف، في صراع، الإسرائيليين كأنه عم بيحاولوا، بس مش كل الثوابت تغيرت ومش كل الأمور انتهت. إذن في تناقضات كثيرة في السياسات، بواقع الدول، وبهذا المؤتمر شكله دعاية وشكله شو أكثر منه حقيقي. طبعاً الكثير من قادة العرب اليوم متورطين مع نتنياهو، يعني بعض منهم ربما لا ينتبهون لمدى تأثير وعمق القضية الفلسطينية بين شعوبهم. كلما يعون عمق القضية أثرها على الهوية العربية والهوية الإسلامية، أو خطورة التحالف مع نتنياهو من أجل التصدي لإيران، لأنه نتنياهو ما بيرجع على بيته. نتنياهو مش زي أمريكا سنة 90 و91
حررت وبعدين تم التفاهم معها على أمور مختلفة ورجع. نتنياهو ما بيرجع وما بيترك، وبالتالي بتعمق أكثر بتواجده. إذن في خطورة أنا بشوف في هذا الأمر. طبعاً عندما يتفاخر نائب الرئيس الأمريكي بنس في كلمته في المؤتمر عن بعض الدول العربية إنه كسروا الخبز مع نتنياهو، هو عم بحرجهم. لما بتسرب الخارجية الإسرائيلية شريط مصور من المؤتمر لأحد وزراء الخارجية بيقول أنا أتفهم أن بعض الضربات الجوية أو الضربات الجوية الإسرائيلية هي دفاع عن النفس، ثم يصير في ضغوط بيضطروا يشيلوا الإسرائيليين. واضح وين عم بيحاولوا يورطوا، بأي طريقة السياسة الإسرائيلية عم بتروح، لأي درجة هذا بيأثر على العلاقة مع الشعوب، بيأثر على الصورة، بيأثر على أبعاد أخرى، لازال حنشوفه. إذن يعني لما نجد أنه الوضع العربي نفسه هو وضع متفجر، هو نفسه وضع في تناقضات داخلية وذاتية، هو نفسه معرض للاهتزازات، ويدخل بقضايا مثل هاي، هاي بتزيد الاهتزازات، هاي ما بتقلل الاهتزازات، هاي بتضعف الشرعية، هاي ما بتقوي الشرعية، هاي أيضا بتقوي تركيا وإيران اللي دائما بيحكوا عن القضية الفلسطينية بأيديولوجيتهم وبمواقفهم وإلى آخره، وبالتالي بتقدم هدايا لإيران مش العكس، بتقدم هدايا لتركيا مش العكس، وبتقدم هدايا للتيارات الإسلامية بالمنطقة العربية مش العكس، أو التيارات ذات البعد المتصادم مع الحركة الصهيونية والولايات المتحدة. فأنا بشوف الأمور تعطي نتائج عكسية. طبعا إذا بنرجع لمرحلة غزو صدام للكويت عام 90، وإذا بتذكروا في ذلك الزمن، وإنه يعني الولايات المتحدة كم كانت حريصة على إبقاء إسرائيل خارج الصورة، كان صدام بده يدخل الموضوع إنه إسرائيل بده يدخلها، وكانت الولايات المتحدة حريصة إن ما تكون إسرائيل أبدا. أنا برأيي الولايات المتحدة احترمت الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت الثوابت العربية، احترمت جانب من القانون الدولي. ونفس الأمر حنشوفه في مؤتمر مدريد للسلام، يعني وجهت الدعوة لكل الأطراف، نادت الروس، نادت الأوروبيين، مجلس التعاون، جابت السوريين، الأردنيين، الفلسطينيين إلى آخره، وكل طرف جاء تكلم بثوابته وبحقوقه، حتى أكثر من خطاب انطرح كان عم يقول إنه يتهم ويركز على الإرهاب الإسرائيلي، خطابات كانت واضحة، الأمور كانت متوازنة، على أقل تقدير كان في احترام للصوت العربي ووجهة النظر العربية، إن كانوا عم بيعبروا عنها الخليج أم السوريين أم الأردنيين أم الفلسطينيين أم غيرهم أم المصريين أو غيرهم، كان في احترام. اليوم وسحت وجهة النظر العربية في بهذا المؤتمر، فقط بالصورة بالصوت بالجو العام وجهة نظر وحيدة، وجهة النظر الإسرائيلية. هون الاختلال الكبير اللي نجده في لقاء. بالتالي لما بتقول لي أوسلو بقول لك كان في محاولة للتوازن، بتقول لي رغم كل المشكلات اللي في أوسلو وبالنهاية هو فشل، لكن بتيجي بتقول لي مدريد ما نجح لكن كان في توازن، أما بتيجي هون بتقول لي لا، أنتوا ما إلكم وجهة نظر، ما إلكم تقولوا مواضيعكم، أنتوا بتيجوا على موضوع واحد، أجندة الموضوع قررها نتنياهو، بنس، ترامب، كوشنر. ماذا يعني هذا؟ إلى أين تذهب الأمة؟ إلى أين يذهب العرب؟ ماذا سيقع؟ ما رأي الشعوب بهذا؟ كيف تنظر؟ ماذا تسجل في ذاكرتها؟ كيف ستعبر عن نفسها بعد سنة، بعد خمسة، بعد عشرة من هذه الأحداث؟ ومن هكذا وضع. إذن أنا برأيي أن التعامل الأمريكي الراهن في تحقير مقصود للعرب، للمسلمين، للدول العربية، للأنظمة. حتى لما تجد يعني لما بيلتقي يعني بعض الحوادث أعطت صورة، عندما يتحدث عن الأموال
وانه هاي الاموال لا شيء عندكم ويلا اعطيني، ويحط كرتوني ويعد الفلوس والى اخره. وهي يعني لا تشعر انك امام رئيس من جهه، بس لا تشعر انك امام رئيس يحترم الناس اللي عم بتعامل معها. في شيء خطير وعميق عم بيقع في العلاقة الأمريكية العربية. أنا يمكن بكل الناس اللي مروا عليه أنت يعني تجد في نفس، حتى قبل اللقاء بتلاقي تصريحات ترامب غريبة عن المال وعن الفلوس وعن سحب الأموال وعن تشفيك وتدفعه وإلى آخره. نفس الوقت بيجي بيحضر مؤتمر بالرياض ويحتفى به كملك كقائد عالمي. هو مش قائد عالمي ولا ملك، وقد لا تكون أزمانه طويلة، وقد لا ينجح عام 20، وقد تلحق القضايا قبل ذلك، وقد يغلق عليه التاريخ الباب بسبب أنه تجاوز المؤسسات وتجاوز الدولة الأمريكية وتجاوز احتياجاتها وتجاوز الكونغرس. يعني في صراع كبير اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن العالم العربي اليوم بمأزق كبير على مستوى الذاتي، لكن الشيء المهم أنه نعي هذا المأزق، نعي أبعاده، نعي تناقضاته، نعي ماذا يعني هيك لقاء، وأن الوعي بهذا هو ربما يسمح لنا بأن نبني عليها كيف نقاوم هذا، حتى لا تكون بلادنا عرضة لنزيف جديد، لحرب جديدة، لتدمير قد يشمل ضفتي الخليج، ولن يكون فقط في الضفة الإيرانية، هو سيشمل كل الضفاف، سيشمل كل المناطق. لمصلحة من سيكون هذا؟ أعتقد لمصلحة إسرائيل، لمصلحة كوشنر، لمصلحة بنس، لمصلحة الأيديولوجيا اليمينية الدينية اللي موجودة اليوم بالبيت الأبيض، لمصلحة ترامب، لكن هي بالتحديد ليست حتى لمصلحة أمريكا ولا لمصلحة العالم، لأن مصلحة أمريكا الحقيقية هي بالسلام، هي بالاستقرار، هي بالتنمية، هي باستيعاب الحالة على أرضية عادلة، ليس من مصلحتها تفجير هذه المنطقة وتدميرها، كما أرى أن الخيوط ذاهبة بهذا الاتجاه. شكرا. شكرا دكتور. دكتور يطرح أيضا في المقابل وجهة نظر أن بعد هذه التصاريح التي أتت من دول الخليج، نتحدث عن الموقف الكويتي اليوم، وأنت لك رأي مسبق أن السياسة الخارجية الكويتية وتنسجم نوعا مع رأي الشعب الكويتي والمجتمع الكويتي، وهذا الانسجام إلى حد ما في أمور محددة، هل ترى ما زال قائم بعد موقف الوزارة أو موقف الكويت من المشاركة في وارسو، أو هو تمهيد إلى الانفكاك من هذا الانسجام مع الموقف والمجتمع الكويتي، وأيضا إضافة فكرة جديدة على المجتمع الكويتي أن احنا ممكن رايحين إلى التطبيع؟ أنا برأيي أن الكويت لازالت منسجمة بسياستها حول الثوابت التاريخية والسياسية. أنا بالتحليل عم يعني بأخذك باتجاه أن هذا مؤتمر فاشل، أن هذا مؤتمر دعائي، أن هذا مؤتمر لن يعطي نتائج حقيقية على الصراع العربي الإسرائيلي، وأنه هذا مؤتمر يهدف لمزيد من الابتزاز المالي ولتوتير الأجواء ولحشد على إيران، وهو العلاج الخطأ للخلافات العربية الإيرانية. ما عم بنفي أنه ما في خلافات عربية إيرانية، حطها على الطاولة، لكن هذه الخلافات العربية الإيرانية ما بتروح بتجيب إسرائيل وبتضرب إيران وبتدمر الخليج وبتدمر العالم العربي وبتدمر نفسك، لأنه اللي قاعد بالبيت الأبيض قاعد بالبيت الأبيض كثير بعيد عنك، هو بيبيعك سلاح. الخط الأمريكي اليوم لا يريد أن يتورط بحروب، أنت بدك تقاتل، أنت بدك تموت، هو ما بده يموت. هو بعد العراق استنتج انه ما لازم، بس هو ما عنده مانع
يخلق الشروط والى اخره، وبيبيعك اجهزه امنيه، هو بده يبيع الاسرائيليين لك، هو بيقول لك مش انا الاسرائيليين بيجوا بيعملوا لك بيساعدوك الى اخره، فهو عم بحطك بوضع انت ما تقدر تطلع منه. طب ايش هذا بيعني؟ هذا بيعني ما تبقى من ثروات بالمنطقه بينتهي خلال 10 سنين. طب هل هذه يعني النبوءة الإسرائيلية ولا التوراتية ولا الإنجيلية اللي المسيحيين الأيديولوجيين الإنجيليين بيعملوا فيها، بيحكوا فيها دائما على تلفزيوناتهم تدمير الكامل والشامل وإلى آخره، مش هم هيك بيحكوا وإلى آخره؟ وهي الأيديولوجيا لازم نتعامل معها بجدية، إنها موجودة بتمثل شريحة من الأمريكان بالملايين، وأيضا الأيديولوجية الأخرى تبعت الصهيونية ببعدها الأمريكي ببعدها الأرثوذكس الحديث اللي كوشنر بيمثل قطب أساسي فيها، هي كمان بتمثل مدرسة، هدول متحالفين مع بعض ودافعين الأمور بأجندة. طب أنا كيف بدي أتعامل مع هاي الأجندة؟ بمشي فيها ولا بقاومها؟ أنا بعد الكويت بتقاومها بذكاء، لكن بذكاء، لأنه الكويت بالنهاية دولة صغيرة، وأنا بعتقد أنه سمو الأمير أخذ مواقف كبيرة، وفي دائما السؤال هل هذا هل الدوائر الكبرى الدوائر الأمريكية تسعى لمعاقبة الكويت؟ أنا لما باجي بشوف كوشنر إجا عمل جولة استثنى الكويت، أنا مبسوط أنه ما إجا، ولكن كمان مرات بسأل سؤال شو عم بحضره؟ الكويت أخذت موقف حيادي ومتزن جدا في الأزمة القطرية، ما كانوا مرتاحين لهذا الموقف الحيادي. ومع ذلك يعني برجع بقول انه سمو الامير له مكانه معينه. انا برايي حتى لما راح قابل ترامب اللي هو ما بيحترم اي تعامل باحترام مع سمو الامير. هي كانت يعني ترجعوا شوفوا الفيديو في هذا كان في تعامل مختلف، لكن الكويت عندها مساحه عم تتصرف من هالمساحه. انا بعتقد في رؤيه بالكويت انه هذه الامور لن تصل لشيء، هذه الأوضاع في مسألة صفقة القرن غير متوفرة الشروط، فهي يعني في وعي تاريخي بالكويت أنا برأيي موجود أكثر من الآخرين. أنا رأيي الآخرين ما عندهم وعي تاريخي، الآخرين يعني دول أخرى خليجية اليوم أنا برأيي هي بتفكيرها مفرغة من التاريخ، يمكن عندها أكيد عناصر معينة لازالت عند تاريخ قراراتها، لكن يبدو كأنه هي عم تكتشف السلام هلأ جديد. طب ما الموضوع صار له كأنها عم تكتشف إيران هلأ جديد، كأنها عم تكتشف الحالة نتنياهو والصراع والعالم وكله جديد. لا ما في شيء جديد، هاي الأمور صار لها عشرات سنين عم تتطور. فأنت لما تيجي برؤية غير تلك، أنا بعتقد أنه السياسة الخارجية الكويتية عارفة أنه ستصل إلى طريق مسدود، فهي يعني من البداية محصنة موقفها، عارفة وين هذا رايح، يمكن بدها تتحمل سنة سنتين لتتضح الصورة، لكن من هون لسنة سنتين ستتضح الصورة. هي واعية أنه كمان حرب مثل الحرب العراقية الإيرانية مدمرة للخليج، هي واعية انه هذه الحروب مش بس مدمره في ايران، مدمره بالخليج، مدمره للنسيج الاجتماعي، مدمره للمنطقه، مدمره للثروات. هي واعيه شو عم بيصير بالملف القطري، بحرب اليمن، بغيرها من الامور. بعتقد هذا الوعي بخلي سياسه الكويت عم تسعى جهودها اتزان، بس هذا ما بيعني انه هيك مؤتمر هي دعيت له ما تكون موجوده، يكونوا الاخرين موجودين ويعملوا شو ما بدهم ويتفقوا زي ما بدهم. يعني أنا أفهم إذا معنى حضور الكويت، وأيضا بقدر أنه كان الحضور ضمن الحد الأدنى، وأنه الكويت بالتأكيد في عمقها لم تغير ثوابتها ولم تغير سياستها، وأنه هي تنتظر مرور هذه العاصفة وعواصف أخرى، وهذا في نوع من التوازن نسبة للتاريخ نسبة لما هو قبل.